حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا بكم في جولة صحفية جديدة في صدى الأقلام. نرصد في هذه الجولة أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. في موقع الترا عراق، حرب شوارع في ميسان، قوات الأمن تفرض حظرا للتجوال وعشيرة توجه بإخلاء المنازل. في صحيفة الزمان، الحقوقيون العرب يطالبون المجتمع الدولي بموقف إزاء انتهاكات إسرائيل. في موقع عربي 21، أزمة قبيل اختيار الرئيس العراق، كتلة الصدر تعلق مشاركتها. وفي القدس العربي، وصول التعزيزات الأمريكية العسكرية الأولى إلى بولندا. واشنطن بوست، الغارة الجوية في سوريا كشفت أن أمريكا لم تنتصر حتى الآن على تنظيم الدولة. في العربي الجديد، التيار الصدري يجمد مفاوضات تشكيل الحكومة. في ناشونال انترست، العلاقات بين روسيا وإيران ليست استراتيجية حالية. نبدأ مشاهدينا من صحيفة الميثاق ومقال الكاتب أحمد صبري عن مأساة النازحين في العراق. فقد مثلت محنة النازحين وأوضاعهم الإنسانية التحدي الأكبر لأكثر من مليون إنسان تقطعت بهم السبل من جراء الأعمال العسكرية التي شهدته مدنهم، ووجدوا أنفسهم تحت خيام الانتظار المذلة التي حولتهم إلى غرباء في وطنهم بعد تخلي حكومة الأحزاب الطائفية عنهم وصدود المجتمع الدولي ومنظمات إنسانية التي عجزت هي الأخرى عن حلول ناجعة لعودتهم إلى مدنهم بأمان وبكرامة، بعيدا عن المقص الطائفي الذي يحاول رسم خريطة جديدة لمدنهم تنفيذا لمشروع التغيير السكاني. وواقع المدن العراقية المستعادة يكشف حجم الدمار الذي لم يبقي جداراً ملتصقاً بآخر، حيث عم الخراب والدمار مدن الأنبار والموصل والرمادي والفلوجة وديالى وصلاح الدين. والمشاهد الكارثية لهذه تظهر التهام النيران كل شيء، الجسور والمعامل والمصانع وحتى المستشفيات. هذه البنايات كانت مختبرات وقاعات دراسية للطلبة، وإزاء هذا الواقع المرير فإن سكان هذه المدن انتقلوا أثناء الحرب إلى المناطق الآمنة في العراق، وأنشئت لهم عدة مدن من القماش سميت بمخيمات النازحين، وهم يعانون فيها ظروفاً صعبة من دون أفق قريب لعودتهم. ولم يقتصر الأمر على عدم إعادة أعمار المدن في المحافظات المنكوبة، وإنما يتعداه إلى إبقاء سكانها في الخيام البديلة بسبب عدم أهلية استيعابهم مجدداً أو منعهم من العودة. إن واقع وأوضاع المدن المنكوبة على الرغم من مرور أكثر من 7 سنوات هو واقع مغاير لواقعها قبل استعادتها، لأنها تحولت إلى ساحة للحرب وعمليات عسكرية لم تبقي فسحة للأمل في إعادة الحياة والروح لتلك المدن التي كانت تزهو بشواخصها الحضارية العمرانية والثقافية، التي تحولت إلى أثر بعد عين بعد تغول داعش والميليشيات ومقصها الطائفي فيها. وأضاف الكاتب: لقد أفرزت محنة النازحين ثلاثية الخوف، الجوع والتشريد والخوف، وما صاحبها من قتل واعتقال وتعذيب وخطف وابتزاز عاش النازحون وهم يواجهون هذه الثلاثية الطائفية وذروعها المسلحة بإرادة التمسك بأرضهم وهويتهم الوطنية ورفضهم محاولات ترحيلهم القسري. ومن موقع الترا عراق نقرأ مقالة للكاتب معن الجيزاني، جاء فيه: عندما بدأت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق بتوثيق قصص المبعدين قسرا بعد انتفاضة تشرين والأسباب التي ألقت بهم خارج حدود كل ما يعرفونه عن أنفسهم، كنا نعتقد أننا إزاء مجموعة من الهاربين الذين ضاقت عليهم مساحة الحرية فحسب،
بعضهم تعرض لمحاولة اغتيال، نعم، وقلة منهم خطفوا وعذبوا في دهاليز مرعبة تديرها وحوش موتورة، وكتب النجاة لهم بعد تدخل جهات من هنا وهناك. تبدو المهمة سهلة، وعمليات التوثيق والتنظيم والمتابعة ستكون كفيلة بوضع هذا الملف الإنساني المنسي على سكة الحلول بسرعة، لكنها تفاصيل كم يصبح الخوض فيها مرعباً عندما يقرر الضحايا أن يبوحوا بكل شيء. تلك الانتهاكات التي تعرضوا لها على يد الميليشيات الإرهابية الحاكمة، عملاء النظام السياسي وبلطجية الأحزاب الدينية، فالأمر لا يتعلق هنا بالاعتراض على انتهاك مساحة الحرية وحقوق التظاهر والاعتراض والتعبير عن الرأي. وكل هذه الأوهام التي نص عليها الدستور، هم تحدثوا عن انتهاكات مروعة لآدميتهم كبشر قبل أن يتم انتهاك حقوقهم كمواطنين، وعلى نحو يصعب جداً ترميمه. على سبيل المثال، رابا ناشطة عراقية جرى اختطافها من ساحة التظاهر على يد جماعة تابعة للتيار الصدري. تم تعذيب هذه الفتاة بطريقة وحشية بسبب انتقادها لزعيم التيار مقتدى الصدر، ثم اغتصبت بطريقة هستيرية تسببت لها بإصابات بليغة أدت فيما بعد إلى استئصال فديها. أضاف الكاتب، معظم الشباب وشابات المبعدين قسراً ممن تعرضوا للانتهاكات بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الاحتجاجات يعانون صدمات نفسية عميقة تحتاج إلى دعم نفسي مركز وإلى عناية صحية استثنائية. بعضهم فقد الثقة بنفسه وبمحيطه وبات يعاني اضطرابات نفسية معقدة، كزوجة أحد المبعدين قسراً والتي تنتابها نوبات متقطعة من التشنج الهستيري العدواني تجاه أقرب المقربين منها، بمن فيهم طفلتها التي تبلغ 5 من عمرها. نبقى مشاهدينا الكرام مع مقال الكاتب معا الجيزاني بشأن معاناة الناشطين في ثورة تشرين، إذ قال الكاتب، ستبدو فكرة إعادة هؤلاء المبعدين إلى بيوتهم ومناطقهم الآن فكرة خيالية مع بقاء العصابات التي انتهكت آدميتهم خارج حدود المحاسبة. لم يقرر هؤلاء الشباب الخروج من العراق بإرادتهم، ولم يكونوا من الأساس مهيئين لتحمل تبعات ذلك القرار. لقد خرجوا بسبب انتهاكات جسيمة تعرضوا لها، وإن الجهات التي أدارت هذه الانتهاكات ومارستها بوحشية مفرطة ما زالت هي الجهات نفسها التي تتحكم بحياة الناس ومصائرهم في العراق. فما الضمانات التي يمكن أن يمنحها القاتل للضحية مجددا؟ وكيف يمكن إقناع الضحية بالعودة إلى كنف ذات ذلك القاتل من جديد؟ في دهليز آخر، كان أفراد جهاز الأمن في الحشد الشعبي يسحقون ناشطاً اتهموه بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية، ثم اغتصبوه ومارسوا عليه لعبة الإعدام الميداني في جولات متكررة للتسلية. يعصبون عينيه ويطلبون منه أن يجثو على ركبتيه وينطق الشهادة. تستمر الجولة الواحدة لعشر دقائق مدمرة تنهار فيها كل الأجهزة الحيوية للجسم بشكل درامي. أحصت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب حتى الآن نحو 100 شخص تم إبعادهم تحت تهديد الميليشيات المسلحة من محافظاتهم إلى إقليم كردستان وتركيا ولبنان. هناك عشرات غيرهم فضلوا عدم مشاركة قصصهم لأسباب أمنية أو شخصية، وغيرهم ممن لم تصل إليهم المنظمة حتى الآن. يعاني هؤلاء من ظروف معيشية صعبة للغاية، أدت إجراءات الحظر بسبب وباء كورونا خلال العامين الماضيين إلى تأخير إجراءات قبولهم ضمن نطاق البعثات والمنظمات الأممية والإنسانية. بعضهم استعان بمساعدات متقطعة من عائلته داخل العراق، مع الإشارة هنا إلى أن غالبيتهم ينحدرون من عائلات فقيرة أو متوسطة الدخل. وينقل الكاتب عن أحد الناشطين قوله إنه لا يستطيع أن يؤمن دخلاً ثابتاً يساعده على دفع حصته في السكن الذي يتشاركه مع آخرين، لذا فهو يضطر أحياناً إلى النوم في الحدائق العامة وأنفاق القطار السريع.
إلى الكاتب مالك تريكي في مقاله بصحيفة القدس العربية، إذ قال: هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها منظمة العفو الدولية منذ تأسيسها قبل أكثر من 60 سنة، تقدم على تسمية النظام السياسي والقانوني للكيان الصهيوني المسخ باسمه الصحيح، نظام فصل عنصري أبارتهايد. لكن لسائل أن يسأل: ما الجديد؟ أليست العنصرية الصهيونية حقيقة يعرفها كثير من المراقبين المنصفين كما عرفها جميع ضحاياها من الفلسطينيين؟ الجواب: أن الجديد هو أن العالم بأسره قد صار الآن يعرف الحقيقة، لأن منظمة العفو تحديدا هي التي أعلنتها. ذلك أن المشهور عن هذه المنظمة أنها لا تلقي الكلام جزافا ولا تنطق عن هوى سياسي أو عقدي. لم يسبق لهذه المنظمة ذات الثقل التاريخي والقيمة المرجعية في النضال الحقوقي أن أصدرت تقريراً أو بياناً عن أي دولة أو أي مظلمة أو أي مسألة إلا وهو موثق بالأسماء والأرقام والتواريخ والأمكنة. ويعلم كل من تعامل مع منظمة العفو أو نشط فيها أو ساند أياً من حملاتها الحقوقية أن لها نخبة من الباحثين الذين يعملون بجد ودأب وعناية لتحصيل المعلومات وينتقلون إلى أماكن المظالم والانتهاكات ويقابلون الضحايا والأقرباء والشهود لتوثيق الشهادات والإفادات. ولأن الجدال مع من يعاند الحقائق مضيعة للوقت بل منقصة من العمر، فإن المسؤول في Human Rights Watch الصحفي السابق في لوموند فيليب بولبيان قد اكتفى بجمع أقوال تغني بذاتها عن كل تعليق وهكما بعضاً منها. إسحاق رابين يقول في عام 1976: إذا كنا لا نريد الوصول إلى واقع الأبارتايد فلا أرى إمكاناً على المدى البعيد لاحتواء 1.5 مليون عربي داخل دولة يهودية. وزيرة التعليم الإسرائيلية السابقة شولميت ألوني تقول في عام 2007 إن إسرائيل تمارس شكلها المخصوص وشديد العنف من الأبارتايد ضد أهالي البلاد الأصليين من الفلسطينيين. الأمين السابق للأمم المتحدة بان كي مون قال في عام 2021 إن تصميم الكيان الصهيوني على دوام سيطرته على الشعب الفلسطيني وقمعه بالاحتلال غير النهائي إنما يضفي على النظام القانوني المزدوج المفروض على الأراضي الفلسطينية دلالة جديدة، محدثا وضعا يمكن المجادلة بأنه نظام فصل عنصري. سلط موقع ميدل ستايل البريطاني الضوء على تنامي المقاومات الفلسطينية المسلحة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، حتى أصبحت تورق الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية على حد سواء. وقال الموقع في تقرير له إن حالة من التوتر سادت المخيم مؤخرا نجمت عن حملة التفتيش المشتركة التي نفاها الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية بحثا عما يتراوح ما بين 25 و30 شابا متهمين بالضلوع في أعمال مقاومة للجنود الصهاينة. يتحصن الرجال المسلحون مثل سلمان داخل المخيم بينما تتكثف جهود السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمطاردتهم وإلقاء القبض عليهم. في هذه الأثناء يتزايد الإحباط من السلطة الفلسطينية التي يتهمها أهل المخيم باستخدام القوة المفرطة وسوء المعاملة لإحكام قبضتها على المخيم وإبقائه تحت السيطرة. يبلغ حجم مخيم جنين الذي يقع في قلب المدينة الواقعة في المنطقة الشمالية من الضفة الغربية 0.5 كيلومتر مربع ويقطن فيه ما يقارب 13,000 لاجئ. أقيم المخيم لإيواء الفلسطينيين الذين طردوا من قراهم عام 1948 على أيدي الميليشيات الصهيونية في أثناء النكبة، وهي الحرب التي مهدت الطريق لإقامة إسرائيل ونجم عنها إجلاء ما يزيد عن 750,000 فلسطيني من سكان البلاد الأصليين عنوة من ديارهم. وفي أكثر من مناسبة عند تصاعد التوترات كان الرجال المسلحون الملثمون في ثيابهم السوداء يشاهدون وهم يجوبون شوارع المخيم في مسيرات يشارك فيها عناصر من مختلف الفصائل بما في ذلك فتح وحماس والجهاد الإسلامي. ويرى المقاتلون أنفسهم امتدادا للمقاتلين الذين دافعوا عن المخيم في أثناء معركة عام 2002، وهم يرون أن
الدهم الصهيوني للمخيم والتي زاد وتيرته بشكل كبير في العام الماضي يتجاوز خطا احمر ينبغي الرد عليه بحسب موقع ميدل ستايل بريطاني. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الهجمات بالصواريخ على الإمارات تعطي إشارة عن عدم رغبة إيران بالتنازل. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إيران التي زادت ثقتها بالصين تستخدم اليمن لمتابعة أجندتها على الكيان الصهيوني. الهجوم الصاروخي هذا الأسبوع هو الثالث منذ كانون ثاني يناير على الإمارات. يبدو أنه توسيع للرسالة العدوانية من طهران التي ترسلها إلى دول الخليج وعموم الشرق الأوسط. وبنفس السياق تذكير للإمارات بمكامن الضعف في صناعة السياحة وتجارة المنتعشة فيها ووهم سمعة الاستقرار. وكان الهجوم الأول قد استهدف مطار أبوظبي الدولي ومنشأة تابعة لشركة النفط الإماراتية أدنوك، وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، إلا أن دقته حملت علامات طهران. وكانت رسالة تحذير للإمارات بألا تتدخل من جديد في الحرب التي مضى عليها 7 أعوام بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية والذي انسحبت منه الإمارات بطريقة أو بأخرى عام 2019. ولكن ما أشارت إليه الأحداث هذا الأسبوع أنه حتى لو حدثت معجزة فإن الإيرانيين قد يستخدمون إسرائيل وعلاقاتها بمنافسيها في الخليج كأداة للاستفزاز واليمن كقاعدة لعمل ذلك. وهو ما يذكر وإن بشكل ضعيف بمرحلة ما بعد نهاية الحرب التي استمرت 22 عاما لاحتلال إسرائيل لجنوب لبنان عام 2000. وأضافت صحيفة من بين الأشياء التي يطالب بها المتشددون في إيران ضمانات أمريكية أن أي رئيس قادم لن يلغي الاتفاقية النووية معهم، وما لم يطرح للنقاش هو برنامج إيران في الصواريخ النووية والدعم الذي تقدمه لوكلائها العرب الذين يوسعون تأثيرها فيما يراه جيرانها العرب أنه إمبريالية فارسية جديدة. من أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، تعرضت لوحة تذكارية لتخليد ذكرى البطل الوطني الجزائري أحد مقاومة الاستعمار الفرنسي الأمير عبد القادر الجزائري، تعرضت للتخريب قبل بدئها وافتتاحها السبت في فرنسا على وفق ما ذكره صحفيون من وكالة فرانس بريس. فقد أصيب الجزء السفلي من هذه اللوحة بأضرار كبيرة، وهي معروضة في بلدة أمبواز والتي اعتقل فيها الأمير عبد القادر مع عدد من أفراد أسرته من عام 1848 وحتى عام 1852. وكانت أسرة عبد القادر الجزائري قد رفضت إقامة عمل تذكاري في فرنسا، خصوصا في البلدة التي شهدت اعتقاله، بما عد تدنيسا لاسم الأمير عبد القادر الجزائري ومكانته من عند الدولة الفرنسية التي حنثت بعهودها على وفق العريضة الإلكترونية التي أطلقتها حفيدة الأمير عبد القادر الجزائري عتيقة أبو طالب العام الماضي. قبل الختام مشاهدينا الكرام، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، لنا غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين، في رعاية الله.